يا اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في فقره صحتي. التهاب يصيب بصيلات الشعر او ما يعرف بالجريبات، وهو احد الامراض الجلديه الشائعه التي يمكن ان تؤثر على عده مناطق النمو في الوجه او الراس او الجسم. ما هي اسبابه وكيف نتخلص منها؟ راح نتعرف عليها اكثر مع الدكتور ايمن حلمي، استشاري تجميل وزراعه شعر. يقول لك يا اهلا وسهلا ومنور معنا دكتور في صباح. يا اهلا وسهلا بكم وحياكم الله، اسعد الله اوقاتكم بكل خير وصحه وعافيه. دكتور عندنا اليوم مجسمات، عندنا امور كثيره راح يتم شرحها بموضوعنا اليوم المهم، لان انا لما قريت عنه شفت ناس كثير يشتكون منه. صحيح. حتى وصل الامر الى منطقه الحاجب. نعم. فحابين نعرف دكتور ايش هو التهاب بويصات الشعر او ما يسمى بالجريبات؟ هو لازم نعرف ان الجلد يتكون من بصيله شعر، وبصيله شعر فيها اكثر من غده، والغده هذه تحتوي على غدد الواقع عرقيه حوالين الشعر وغدد دهنيه اللي تفرز دهن شيء، والغدة الأساسية هي اللي تنمو منها بصيلة الشعر. بصيلة الشعر أحيانا تتسد مسامها، وبالتالي ممكن يصير فيها انسداد. الآن حنتكلم عن هذا مجسم الجلد. أوكي. هذا الجلد، هذا الجلد، هذا سطح الجلد هنا، وهذا الجسم من الداخل. هذه بصيلة الشعر، في حوالينها غدد، لكن هذه غدد دهنية. احنا نتكلم أن البصيلة هذه، الجذر الشعر هذا، ممكن يصير فيه التهابات، ويصير في اكثر من نوع التهابات، احيانا بسبب ما نعرفه، واحيانا بسبب سوء عنايه، واحيانا بسبب امراض معينه، واحيانا بيكون بسبب سوء تعامل مع فروه الشعر. اها، ويصل يعني يوصل الى الجذور، يوصل الى الجذور بهذا الشكل الى حد هنا. يعني مو بس شكل سطحي، مو بشكل سطحي، لا. هذا اللي يفرق، اللي هو التهاب سطح الجلد وهذا التهاب بسيط، لكن لما وصلت الى التهاب الى جذر بصيله الشعر، لا، هذا يحتاج الى اهتمام مختلف. انت شرحت قبل شيء دكتور، قلت هذا على اليمين بصيله الشعر، وهذا هذه بصيله الشعر، غدد وغدد دهنيه، هذه غدد عرقيه، ولا اليسار هذه غدد دهنيه ونازله الين البصيله. هي تغذي بصيله الشعر بطبقه دهنيه عشان تحافظ على لمعه الشعر. عشان كذا احيانا لما يكون زراعه الشعر ما هي زراعه عاليه الدقه، اللي بيصير انه هذه الغدد تنجرح اثناء الزراعه فتنمو الشعره، ولكن ما فيها رونق، ما فيها لمعه، تلاقيها شعره ضعيفه، شعره تكاد تكون متعرجه اكثر من اللازم، متكسره. نعم، وهذا هو الفرق ما بين زراعه عليها القيمه وزراعه مستعجله. جميل. طيب دكتور خلينا نتكلم على الجريبات، وش اسبابها؟ عده اسباب. ممكن تكون بكتيريا، ممكن تكون طفيليات، ممكن تكون فيروسيات، وممكن تكون فطريات. أكثر شيء شيوعا هي البكتيريا، ويجي بعدها الفطريات، لكن البكتيريا هي أكثرها شيوعا، بأنه سطح الجلد عندنا لابد يكون فيه بكتيريا مهما، حتى لو وصلنا. صحيح. حتى لو سي. فاللي يصير أنه أحيانا البكتيريا هذه تلاقي طريقها إلى العمق وتنمو لأنها بعيدة عن مكان النظافة، فهذه هي أكثر شيء هي البكتيريا. دكتور الجريبات هل تنتقل من شخص لآخر؟ هل في عدوى؟ أو حتى بنفس الشخص نفسه، مثلا لو لمس فروة رأسه مسك وجهه يجي على بشرته؟ نعم، لأنه أحيانا نوع البكتيريا اللي ينمو ويتكاثر هو النوع الشرس، الهاي فيريلنس. هذه الحالات ممكن تنتقل من شخص إلى آخر، وبالتالي فعلا لابد أن احنا نحافظ أنه لو شخص عنده التهاب واضح في شعره أنه ما يكون في ملامسة مع شخص آخر. جميل. طيب انت ذكرت ان طرق العلاج دكتور هي الزراعه احد الاسباب، صح؟ طرق العلاج في حال اصبت بالجريبات، لانه اذا مثلا اصبت، ما اقطع والدك دكتور، اذا اصبت بالجريبات هل منطقه الشعر تزول وما يطلع فيها نمو مره ثانيه؟ ممكن يكون جزء كبير من الالتهابات هذه اذا استمرت وما تعالجت بسرعه ممكن تسبب انه البصيلات هذه تموت خلاص، ولا عاد يصير فيها نمو شعر. وفي هذه الحاله حتى في حين الزراعه ولا لا؟ لا، يكون علاج المنطقة هذه اللي فقرت البصيلات يكون هي علاج الزراعة. هذه المشكلة. دكتور كيف أعرف أن أنا عندي هذا الالتهاب؟ إيش هي الأعراض؟ هو يبدأ بحكة، لأنه عامة إحنا فروة راسنا ما نقدر نشوف الاحمرار، فيبدأ بحكة، يبدأ بألم على شكل نبضات، يبدأ بقشرة منتفخة، ويبدأ بانتفاخ في هذه المنطقة. هذه هي بداية علامات التهابات بصيلات الشعر. جميل. طيب خلينا نتطرق ايضا الى طرق الزراعه. انت قبل الحلقه دكتور هذه المنظار كنت تكشف على المنطقه اذا كان فيه، صحيح؟ نعم، هو من اهم خطوات الزراعه انه نكشف على المنطقه المانحه.
هل المنطقة المانحة منطقة غنية أو لا؟ المنطقة المانحة اللي هي المنطقة الخلفية. المنطقة المانحة هي اللي في المجسم اللي هي على الشكل اللون الأخضر الآن حيعرض لنا إياه المخرج. أوكي. فهذه الحالات هذه هي المنطقة المانحة اللي نأخذ منها الشعر سواء في الرجال أو في النساء. اللي هي المنطقة الخلفية من الرأس. المنطقة الخلفية لأنه هذه آخر شعر يطيح في الإنسان سواء الرجال أو النساء. لذلك الشعرة اللي منقولة اللي نقولها من مؤخرة الرأس إلى الأمام عمرها الافتراضي يتبع المنطقة اللي أخذت منها اللي هي منطقة المانح اللي هي شعر الرأس. لذلك ما نأخذ من منطقة خارج هذا الإطار لأن المنطقة اللي خارج هذا الإطار في الناس اللي عندهم بداية صلع راح تطيح الشعرات هذه لأنها مبرمجة خلقة إنه هذه الشعرات ما لها عمر طويل. حتى المانحة؟ المنطقة المانحة هي اللي لها عمر طويل. لذلك صحيح. نأخذ بس من هذا الإطار. إذا أخذنا من خارج هذا الإطار معناها عمر الشعرة ما حيكون طويل وراح يطيح بسهولة. دكتور خلينا نتكلم تسمحي لي آمنة بعد إذنك نتكلم على تحديد منابت الشعر عند النساء والرجال، وش الفرق ما بينهم؟ في فرق كبير طبعا. أولا احنا في عندنا جهاز اللي بعدين نستخدمه تحديد الخط الأمامي للرجال يختلف عن تحديد الخط الأمامي عند النساء، وبالتالي حنشوف بعد شوية المخرج حيورينا النموذج اللي باللون الأزرق، وهذا اللي موجود النموذج اللي باللون الأزرق هو الخط الأمامي الجميل أو المناسب للرجال. لا بد يكون في دخلة صغيرة، طبعا الرسمة أنا بالعينية مبالغ شوية في الرسمة عشان توضح الفرق، ولكن لا بد تكون في زاوية تعرجات. نعم. صح، لا بد يكون في دخلة في بروز في الأمام ويكون في دخلة في الجنبين. ما ينفع يكون الرجل زي الرسمة اللي باللون الأحمر. لو نشوف الآن الرسمة اللي باللون الأحمر هنلاحظ أنه الخط تقريبا شبه مستقيم، مو الأحمر اللي معاه دقن، الأحمر الثاني. أوكي. هذه تشوف العمق اللي في الجنبين عمق خفيف جدا. هذه الرسمة المفروض تكون في النساء الجبهة صغيرة، تكون الجبهة صغيرة بالضبط. لازم نقيس هذا الشيء بالمتر ونحدد أنه الرسمة ما تكون، ما هي فرحة أن احنا بس نزرع عدد كبير من الشعر. ما هي فرحة أنه نحط الشعر مرصوص كأنه خط عسكر في الأمام. لا بد يكون فيه تمويجة خفيفة جدا حتى عدد الشعرات. عشان كذا يمكن لو قدرنا نستخدم هذا الجهاز الآن لو قدر يسوي فيه فوكس حنتكلم عن البصيلات الشعر. بصيلات الشعر في جسمنا، أوكي، بصيلات الشعر في رأسنا مو في جسمنا، ممكن تكون بصيلة واحدة لوحدها فقط، ممكن تكون بصيلتين لاصقين في بعض، ممكن تكون ثلاثة، ممكن تكون أربعة، وأحيانا نلاقي خمس شعرات مع بعضها ملتصقة مع بعضها بهذا الشكل. لما تكون ملتصقة إحنا لما الفن إنه إحنا لما نستقطف الشعر نقتطف على مزاجنا، نأخذ أبو حبة ونأخذ أبو حبتين ونأخذ أبو ثلاثة ونأخذ أبو أربع شعرات ملتصقين مع بعض، ثم نوزع الخط الأمامي للشعر بهذه الطريقة. نحط أول خط أبو حبة، ثم نبدأ في الحبة الثانية أبو اثنين ثم أبو ثلاثة. إحنا أحيانا الشكل هذا اللي هو اصطناعي نسميه زي رأس العروس البلاستيك. صح. تلاقي كل الكثافة عبارة عن خط واحد عسكر. هذا شيء ما هو جميل، ما هو نجاح. وما في فن في الزراعة. أيوة ما في فن. لذلك هذا هو الفرق، زراعة الشعر تفرق ما بين شخص وآخر. تحسها رسم دكتور. بالضبط، هو رسم. هو رسم صحيح. يرسم. صحيح. نعم. يفرق الرسم. أيوة نعم. هذا هو. الآن ما أعرف إذا كان ممكن نستخدم هذا حيبين. تفضل أكيد. أوكي. أنا ححطه هنا وهو حيثبت، أنا حثبت. يوضع دكتور. هذا الجهاز جهاز أساسي في الكشف على بصيلات الشعر أولاً، ثم جهاز أساسي في كشف السنتي الواحد في فروة الرأس كم شعرة فيه وكم عدد الشعرات أبو واحد وأبو اثنين وأبو ثلاثة أبو أربعة. ويبين الدهون. يبين. نعم يبين إذا كان فيه مسام مسدودة. أرفع شوي دكتور فوق بس. إيه. هذا يبين لك الشعرات إذا كانت تنفع ولا صح؟ نعم يبين للشعرات. نعم وإذا يبين سماكة الشعرة وبناء عليها نحن نعطي الوعود للشخص. هل نتائجه حتكون ممتازة؟ هذا جهاز حديث دكتور صح؟ هذا جهاز حديث ترايكوسكوب هو اللي يعطيك تكبير، يعطيك السنتي الواحد كم شعره فيه وانواع الشعرات. وبعدين تحديد خط الشعر الامامي في الواقع برضو في جهاز حديث اللي هو باستخدام تقنيه الليزر. انا حجيب بس واحد من المجسمات وارجع. تفضل. اوكي هذا جهاز الليزر. الان نجي نحط بالضبط خط المنتصف عشان نحدد ويتساوى، لانه بعض الناس يجون تلاقي رسم بالليزر. نعم بالليزر. بعض الناس يجون خط شعرهم مايل. صح. لانه طبيعه الانسان لما يرسل من اليمين الى اليسار يده تميل مهما سوي. فلا احنا عندنا بالجهاز بالليزر بهذا الشكل وبعدين نحدد
فين نرسم الخط الامامي؟ وضحت الليزر في الشاشه؟ وضح وضح الليزر دكتور. وهل طريقه الزراعه تكون بالليزر؟ لان الان في طرق حديثه جالسه تطلع بالزراعه الشعر. اول كان الواحد يروح يقول لك لا ليش ازرع؟ اقعد 10 ساعات ممدد وجالس. نعم. وياخذون بصيله بصيله. نعم. هل في طرق حديثه الان للزراعه؟ الطرق الحديثه في الزراعه هي الاقتطاف. يعني ناخذ الشعرات حبه 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 حبه. اوكي؟ الطرق القديمه كانت عباره عن ناخذ دائره كبيره فيها مثلا 20 شعره، فهذه اللي كانت تعطي ايحاء راس العروسه اللي هو عباره عن حزم من الشعر، ما هي عباره عن شعره واحده ولا شكل طبيعي. التقنيه الثانيه انه طريقه الزراعه برضو، اذا كانت تسمحوا لي اجيب مجسم وارجع ان شاء الله المخرج ما يزعل. الشباب كلهم مصلعين فكلهم متحمسين معك. مرحبا بكم. اوكي. حتى زراعه الدقن مخرجنا يقول ركز على الدقن. نركز عليها. اوكي. طريقه الزراعه بعض الناس تشوف شعرهم مزروع كانهم عباره عن اشواك، كانهم اشواك قنفذ. بالضبط. انا رسمت الشكل المو حلو. لابد احنا عندنا انه الشعره اللي في هذه المنطقه لها اتجاه، والشعره اللي في هذه المنطقه لها اتجاه، والشعر هذه المنطقة لها اتجاه. صحيح. ولو كان أساسا الشخص كل شعره مايل على اليمين، فإحنا نميل شوية الشعر على اليمين عشان يرجع لملامحه الأساسية. مو معناها كل الشعر أنه يكون في اتجاه واحد. الشعر اللي في الأمام نخليه شوي فيه ميلة، الشعر اللي في اليمين نخليه فيه ميل، الشعر في اليسار نخليه ميلة. جميل. وبالتالي زي ما شرحت لكم نحط أبو حبة في الأول، ثم أبو اثنين، ثم أبو ثلاثة، ثم ابو اربعه. ولازم نراعي الميل اللي في الوجه اللي في اللي في الامام. من ناحيه الذقن دكتور، الزراعه هل تاخذون من نفس شعر الوجه ولا من شعر الراس؟ احيانا نقدر ناخذ من الذقن من تحت من الرقبه، لانه دائما شعره المنطقه هذه اسمك او اغلظ. ولكن حتى شعرنا فيه مناطق، عشان كذا نستخدم الجهاز هذا عشان نحدد ايش الشعرات القاسيه وهي اللي نختار ناخذها. حلو. وطبعا في الذقن ناخذ دائما ابو حبه، لذلك حتى الوجه يجي له التهاب. نعم. اي منطقه فيها بصيله شعر معرضه للالتهاب. اي منطقه. الحاجه المهمه ان احنا ناخذ في الذقن ابو حبه حبه حبه، وبالتالي طبعا حتكون مدتها الزراعه اطول من ان احنا نعطي كثافه واحده لما ناخذ بصيلات ابو اربعه ابو خمسه. المعده فاطمه تقول انتهى الوقت، ولكن لا فاطمه احنا الان رايحين في خطر، الشعر بدا يصير خفيف دكتور، فنبغى نسمع اكثر معلومات دكتور. طيب هل مثلا خليني اقول اكبر مثال، انا ما صلعت ولكن الشعر صار خفيف، في حال اني زرعت هل تطيح الشعر القديمه؟ لا، لكن انت بما انه شخص في عمر مبكر بدا يصير عنده الصلع، معناها انه المنطقه هذه مبرمجه انه شعره حيطيح. الحق على نفسك. الحل ايوه. لان في ناس ابدا الزراعه معاهم ما تفيد، يقول انه خلاص. نعم. لذلك احنا ننصحهم هذول الناس انهم يستخدموا المينوكسيديل مدى الحياه. اللي يقولوا لي دكتور مشكلته لما اوقف ويطيح، صحيح. ايه؟ الشعر زي الزرع، لما تسقيه في فصل الربيع وتوقف عنه في وسط الصيف، هل حيبقى؟ لا، المينوكسيديل في هذه الناس هو مدى الحياه. دكتور الحديث معك لا يمل، واخر سؤال. للاسف بعض الشباب لجأوا، أنا خلينا نقول بعض الشخصيات الإعلامية لجأوا إلى حل آخر، يقول لك ليش أروح أزرع؟ خلينا نكون صريحين بكل صراحة، صاروا يتجهون إلى البواريك. نعم. فتعليقك على هذا الشيء، هل الباروكة، لأنه فهمت أن الباروكة وشو؟ يحط زي الجلو غرة على فروة الرأس، ممكن إذا يكون عندك منطقة مانحة أو في بصيلة هذا الغرة يموتها، صحيح؟ في بواريك دائمة. مو بواريك الدائمة، في بواريك المؤقتة اللي يشيلها كل يوم ويحطها كل يوم، وفي بواريك طويلة الأمد اللي تتصمغ على الشعر. طبعا مشاكلها هذه لازم تروح تسوي صيانة دورية لها في نفس المكان اللي سوى لك إياها. ولو التهبت وأنت خارج هذه الدولة حتتورط، لأنه ما حتلاقي أحد خبير أنه هو يسوي لك إياها. مشكلتها الثانية لو شخص يحتاج إلى صبغة شعر، الصبغة ما راح تمسك في شعره زي شعرة الباروكة بنفس اللون. فهو مجبور دائما انه يصبغ بنفس لون شعره الباروكه. الحاجه الثالثه انه الطول، الشعر الثاني حيطول اللي هو الاساسي حيطول، والباروكه ما حتطول. صحيح. فلازم له شخص يعرف يقص له بالضبط على قد الباروكه هذه. شعرتها شغله ما في يعني ما في زي الطبيعي. اي ما في زي الطبيعي، اذا عنده منطقه مانحه كويسه يستخدم شعر طبيعي، زراعه الشعر الطبيعي. حلو. ويستخدم المينوكسيديل مع الحياه ويحافظ على الشعر الاساسي. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيكم. شكرا لك. شكرا لك. شكرا للدكتور ايمن حلمي استشاري تجميل وزراعه الشعر.
إذا مشاهدينا راح نروح لفاصل ونكمل من بعده مشوارنا.